في نادي الفروسية الفلسطيني وسط مدينة أريحة بدأت تجربة الفارسة الفلسطينية إناس نخالة مع رياضة الفروسية منذ أكثر من عام ونصف، علاقة فريدة من نوعها. تقول إناس أنها باتت تجمعها مع حصانها الباشق وبقية زميلاتها من الفارسات الفلسطينيات. الحصان بعلمنا أول إشي الأصالة والانتماء، وكمان بعلمنا القوة وبعطينا قوة الإرادة، وإن شاء الله أنه نقدر نحقق طموحاتنا وأمالنا في المستقبل، بنحرر فلسطين وإحنا على الخيل، وكمان بعطينا الإرادة تنكمل حياتنا بقوة وعزيمة. عامل السن ليس حاجزاً أمام قفز الحواجز في هذا النادي الذي يتربع على مساحة تقدر بعشرة دنومات من أراضي مدينة أريحة. أمنيتي أطلع فارسة. فريق نسائي مكون من نحو 30 فارسة فلسطينية عمل نادي أريحة رغم إمكانياته المتواضعة وبدعم من اتحاد الفروسية الفلسطينية على تدريبهن منذ نحو عامين مع حوالي 20 رأساً من الجياد المحلية والأوروبية لتشكيل منتخب فلسطيني نسائي. أتت الفكرة أن نشكل فريق نسوي فلسطيني لفروسية قفز الحواجز لكي نستطيع أن نشارك من خلال الفتيات أيضا في البطولات التي تقام على المستوى العربي أو المستوى الدولي. أنا توجهت إلى رئاسة الاتحاد الدولي في لوزان وطلبنا تخصص لأطباء بيطريين ليقودوا عملية حماية ثروة الخيول العربية في فلسطين والخيول الرياضية أيضا، لأننا لا نمتلك أي خبير أو طبيب فلسطيني متخصص في مجال طب وجراحة الخيول. الفرسان الناشئون يتدربون على رياضة الفروسية، إذ يأمل العاملون هنا أن يتأهل المتدربون للانضمام لنظرائهم المحترفين والبلغ عددهم 6 فرسان في المنتخب الوطني الفلسطيني. أنا بحب رياضة الفروسية عشان تشعرني بالحرية كتير. اتحاد الفروسية الفلسطيني يضم 5 نواد تسعى لتأهيل منتخب فلسطيني رغم مصاعب تبدأ بحرية تنقل وعلاج الخيول في المدن الفلسطينية وقد لا تنتهي بالإمكانيات المادية لرياضة ناشئة ومكلفة بحسب الوصف الفلسطيني. التدريب على مهارات رياضة الفروسية يشكل للفارسات والفرسان هنا موعداً لتعزيز الإرادة وتحقيق أحلام المستقبل في ناد يؤكد العاملون فيها على أهمية تقديم الدعم المالي الدولي والمحلي لتمكين الجياد من المشاركة في المسابقات الدولية. من مدينة أريحة، إيمان عرقات، BBC.